بعد أكثر من قرنين من احتلال آل خليفة للبحرين، فإن الغزاة الخليفيين حالهم كحال الغراب الذي لا يدل إلا على الخرائب. فأهل البحرين يعانون اليوم الأمرين في ظل حكم هذه العائلة الفاسدة والظالمة، فهم ما بين سجين ومهجر ومغيب تحت التراب. وأما من يعيش فوق أرض الوطن فيعاني الأمرين من فقر وتضييق واضطهاد. بلدية لا شالتني لا؟ لا. يلا، يلاك يا ابن البحريني يشتغل لا؟ يشتغل على شنو البحريني؟ هكا شالوني البلدية، خل واحد يتكلم الحين. أنا وصبيام المدينة ومال سند كلهم شالوهم، ليش؟ ترزق الله؟ بالحلال ترى. أزمة السكن ضربت أطنابها في البلاد في الوقت الذي استولى فيه رجال العائلة المالكة على الأراضي وسواحل البحار، فيما تعطى الأولوية للمجنسين القادمين من شتى بقاع الأرض. وأما التضييق على موسوري الشيعة فهو جار على قدم وساق وبشتى الطرق والأساليب التعسفية، وكما يحصل مع برادات جواد. عائلات ظلت بلا معيل بعد أن غاب رجالها في المعتقلات، وهي تعاني من شظف العيش ومن لوعة فراق الأحبة. علي فايز محمود كل واحد 7 سنوات، وهذا خلونا بروحنا في البيت، لا عندي أحد ولا شيء، ما في إلا أنا موجودة بس ويا مرت ولدي ومرت ولد الفانية، عندها هي بجهالها، كل واحد عنده فلافة جهال، نبقى بس أولادنا يرجعون لنا، ما نبقى شيء زيادة. وفي هذا الخضم فإن أفراد العائلة وأبناؤها المدللون يبذرون ثروات البحرين يمينا وشمالا على ملذاتهم، ولا يقدمون سوى الوعود للبحرانيين بخير ليس سوى سراب يحسبه الظمآن ماء. عندنا 7.5 مليار دولار نصرفها على الإسكان والطرق والكهرباء والماء والتعليم وكل الأشياء اللي تهم المواطن، وفي هال يعني طبعا صرفنا منها 2.5 أعتقد لهذه اللحظة، وباقي لنا إن شاء الله 5 في الفترة القادمة، فالخير يعني.